مصدر في شيء فيأخذ في الحكي أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ظاهرة الفرق بين إشكالية التنظير وتحديات الواقع، رؤية اقتصادية اجتماعية وقانونية تحت شعار نحو عمل إنساني مشترك ضد الفقر. يشاركنا في هذا المنطقة الدولي نخبة من أساتذة وفدوا على هذه الجامعة ليدلوا بأوراقهم البحثية ويفيدون في هذا الشأن. من تونس الخضراء، يا تونس الخضراء، توحد فيك الرئيس رغم تعدد الآراء. الشعب فيك تجلى ورام البقاء. يا تونس نبض فيك الياسمين وانبجس من بين أصابعك الماء. تحية لتونس الخضراء. من المغرب كذلك، يا مغرب تغرب فيك الشمس ولا يغرب فيك الأصل. الكل يأتيك ويجتمع عندك الأهل. يا بهي علم المحبة على أرضك يرفرف ويعلو. تحية المغرب. كان من المفروض أن يحضر معنا السودان، سودان الحضارة والإنسان،
سودان القوة والإيمان تتدفق من قلبك الثورة يا سودان ويسيل من شرايينك الميلان. تحية السودان. من مصر: يا مصر لك في كل قلب قصر، عظيمة يا مصر يشهد عليك المصر والعصر، أبوابك مشرعة ويشرق فيك النصر. تحية الأرض يا مصر. هل لو كان الفقر رجلا لقتلناه؟ هل كان الفقر قدرا أم نحن الذين صنعناه؟ الفقراء بيوتهم ضيقة، يعيشون ضنك العيش، هل أرادوا الفقر أم أريد لهم أن يكونوا فقراء؟ هل يفقس بيض الفقر فيفرغ الجريمة؟ هل الحاجة تدفع الفقراء أن تصبح أجسادهم قطع غيار في سوق من يدفع الثمن يسمع اللحم؟ هل الثراء والذكاء توأمان ليصير الفقراء أغبياء، ليصبح الثري مالك المنجل والآلاف يستخرجون الفحم، وجه الثري مشرق ووجه الفقير متفحم؟ هل هناك فقير بالعادة وفقير بالفطرة وفقير زاهد مبدأه وما متاع الدنيا إلا غرور، وفقير يلف الفقر وفقير تعجنه يد ضاغطة؟ يا أيها الفقراء، رزقكم في السماء وما توعدون، هل أصبحت سخرية من يملكون سلطة القرار؟ هل يجب أن يكون بيت من يعمل عتالا في السوق مجاورا لصاحب السوق وشتان بين سقف آهل للانهيار وقصر منيف وبئر معطلة؟ هل هناك نظرية تقضي على الفقر؟ هل هناك سمك وفير يكفي الكل، أم أن هناك من يسرق الشباك قبل رحلة الصيد؟ هل يمكن للجميع أن يعمل ويكسب ويقاوم ويغلب، أم أن هناك معركة ثري تحتاج إلى جيش من الفقراء؟ هل يجب أن تكون هناك وليمة لغني فاحش الثراء وخدم يأكلون من فتات موائدها وبقية أخرى باقية تأكل من مزبلة البلدية؟ هل هذا المشهد له مخرج يبدع في صنع دراما الإنسان؟ هل الفقر ابتلاء أم قنبلة قلة تبرمج انفجارها في مجمعات أكثرية؟ هل تعودنا على مشهد فقراء وأغنياء؟ فقير مهندس يبني بيت قصر ثري عاقل، ثري على يخته ينقذ فقيرا يغرق في الماء، وصبي معدم يغسل سيارة غني، وخياط بسيط يصمم زي بذلة بقيمة المتجر وقيمة ما في المتجر وقيمة المتجر نفسه. هل الفقر وصفة لإنقاص الوزن أعدها غني في مخبر المنافسة؟ هل يأتي يوم يدخل الفقر من الشباك ثم يأخذ ألبسته الممزقة البالية ويخرج من الباب؟ أيها الفقر، اشرب شالك وانصرف. التسويق هنا يصبح
لحظة استراحة لأنتقط أنفاسي وأحيل الكلمة بعدما أرحب بالسيد نائب رئيس الجامعة المكلف بالاستشراف نيابة عن رئيس الجامعة وحاضرة معنا كذلك نائبة رئيس الجامعة المكلفة بالبيداغوجيا والسيد عميد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والسيدة شعبانية سعاد الدكتورة رئيسة المنطقة فأدعو إلى الميكروفون رئيسة المنطقة. في شهركم هذا
في مدينتكم هذه، سعيدة بيوم هذا الذي لبيتم فيه الدعوة ليكون لنا ملتقى دوليا في 6 نوفمبر. سعيدة أنا بشهر هذا، فهو شهر نوفمبر الذي قيل فيه نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين. سعيدة أنا بشهر نوفمبر الذي هو مولد ثورة الأبطال الأحرار الذين حرروا بلادنا من المستعمر الغاشم. سعيدة أنا بشهر هذا لأنه شهر مولدي وبه أفخر وأسعد. سعيدة أنا بمدينة هذه، مدينة الثاني ماي، مدينة الأبطال والأحرار، مدينة الرئيس الراحل هوال المهندس، مدينة من خلدت التاريخ مقولته أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وكلنا مع فلسطين هذا المعنى. أعزائي الحضور، إن الهدف من ملتقانا هذا هو تسليط الضوء على ظاهرة الفقر بكل مسبباتها، كما يهدف هذا الملتقى إلى تبادل الآراء الأفكار والخبرات للخروج بحلول ممنهجة وعلمية للقضاء على هذه الظاهرة التي فتكت بكثير من المجتمعات. حضوري الكريم، يقول رسولنا الكريم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ونحن نفتتح ملتقانا هذا، يطيب لي أن أقتدي برسولي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى من قريب أو من بعيد، بالكلمة الطيبة أو بالفعل الطيب. أشكر كل من ساهم من جنود الخفاء والعلن لإنجاح هذا الصرح العلمي، فشكرا لكم جزيلا. أجدد ترحيبي بكم سادتي قائلة: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن طيوب وأنت رب المنزل. زملائي زميلاتي أساتذتي الأكارم، طلبتي طالباتي، ضيوفنا الحضور، نسعد اليوم بلقائكم وباستقبالكم في مدينتنا، مدينة جالمة المتواضعة بفنادقها ومطاعمها. فإن كانت هي متواضعة لا تسعكم بفنادقها ومطاعمها، فقلوبنا وعقولنا تسعكم جميعا. فأهلا وسهلا بكم، وأتمنى لكم نقاشا طيبا وأفكارا علمية مثمرة في ملتقانا الدولي هذا، وشكرا جزيلا. ارحب بالطلبه، و يعني ادعوهم
لاغتنام هذه الفرصة من أجل الاستفادة. طبعاً الموضوع يعني اختيار الموضوع وراجع لي يعني مجموعة من الأساتذة، وبود لي يعني أشكرهم كذلك على حسن اختيارهم لهذا الموضوع. الفقر كظاهرة اجتماعية أو كمشكلة اجتماعية يعاني منها جميع المجتمعات. أغلب دول في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو السوفيت، كلها دول فيها فقراء. الفقر موجود في جميع دول العالم، وبالتالي لا تستغربوا. ولكن الفرق وهذا هنا يعني أهمية هذه المنطقة. الفرق أنه في دولنا الدول العالم الثالث، وللأسف هناك فقراء، هناك يعني مستويات فقر يعني مدنى بمعنى آخر، أدنى مراتب الفقر، يعني الإنسان أنه لا يجد لقمة العيش. بينما في الدول المتقدمة هناك فقراء، يعني هذه سنة الله في خلق الله عز وجل، فضل بعضنا على بعض، فبالتالي لا مناص من هذه الظاهرة. ولكن الفقراء في الدول المتقدمة والدول الغنية هم فقراء بمستوى معين، يعني هناك كرامة معينة في العيش، بمعنى آخر كفقير لا يملك ما يملكه الثري، ولكنه عايش بكرامة، عكس الدول اللي سايرة في ملك النمو، مستويات الفقر وصلنا إلى مستويات وين يعني أصبح الفقير يعني كرامته يعني تقال أن يعني من أجل لقمة العيش يعني كرامته تهال. وبالتالي احنا هنا الموضوع تاعنا هو عبارة عن محاولة كيفية التقليل من آثار هذا الفقر. معليش يعني في جميع الدول يكونوا فقراء، ولكن يكونوا في مستويات معينة، مستويات مقبولة. وهذا يعني صلب موضوع يعني هذا المنطقة. وبطبيعة الحال يعني نتمنى للجميع، سواء ضيوفنا يعني من دول شقيقة أو سواء ضيوفنا من مختلف جامعات الوطن، أتمنى لكم يعني إقامة طيبة في يعني في مدينة قادمة، وكذلك أتمنى لكم التوفيق في أعمالكم، وإن شاء الله يعني تكون هناك استفادة متبادلة ما بين مختلف الخبراء، سواء من خارج الوطن أو من داخل الوطن، على الأقل نقدم مساهمة يعني ولو تكون يعني متواضعة، ولكن تساهم في التقليل أو الحد من آثار هذه الظاهرة، لكل هذه الظاهرة يعني موجودة في جميع دول العالم. وشكرا، ومرة أخرى أرحب بضيوفنا سواء من خارج الجزائر أو من داخل الجزائر، وشكرا.
يعالج موضوعا مهما جدا وهو الفقر. نتمنى من الأساتذة الكرام من داخل وخارج الوطن أن يوفقوا في دراسة ما هي مشاكل هذه الظاهرة، وكذلك يعطونا بعض الحلول وبعض الاقتراحات وبعض التوصيات، لأن في منظورنا الجامعة هي نخبة المجتمع، وبالتالي لا بد علينا أن نقوم بإعطاء الحلول الممكنة للمشكلات الواقعية في مجتمعنا في مجتمعاتنا. وبالتالي أتمنى من رئيس المنطقة أن يعطينا التوصيات التي ستخرجون بها بعد مناقشاتكم وحضوركم الورشات والمداخلات لمن يقدمها لرئاسة الجامعة، وأيضاً لتقديمها للسلطات المعنية من أجل تجسيد هذه الأفكار. مع ذلك أنا أرحب بكم ومرحبا بالسيد رئيس الديوان، ومع ذلك أستاذ خشب لأنها وفي الأخير نيابة عن السيد مدير الجامعة التي مثلها يقوم بجهودات كبيرة من أجل تطوير الجامعة والتقدم والقيام بجميع الأفعال والنشاطات لتطوير الجامعة. نيابة عنه قلت أعني وصمين عن افتتاح هذا المنطقة الدولي، وأتمنى للضيوف الأشقاء إقامة سعيدة طيبة بيننا ومفهمات بكم في كل وقت.